استضافت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ندوة بعنوان دور المرأة في العمل العام وخدمة المجتمع بهدف التوعية بأهمية دور المرأة المصرية في النهوض وتنمية المجتمع. خليني أقول إن للمرأة دورا عظيما في خدمة المجتمع. لو بصيت للأوليات هنلاقي المرأة كان ليها دور عظيم في نشر الإسلام، بداية من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، مرورا بالصحابيات كبار، حتى في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمرأة، فالمرأة ليها دور كبير. المرأة هي بتمثل نص المجتمع، هي اللي بتربي النص الثاني، فهي مسؤولة عن المجتمع كله. من رأيي إن المرأة حاليا خدت دورها بزيادة، يعني مش بزيادة بس خدت دورها الطبيعي عن زمان، بدليل ان احنا من موقعنا ده كلية الاعلام ان عميد الكلية دكتور هويدا مصطفى، ودي ثالث مرة تبقى العميدة سيدة، وبرده في اتحاد الطلبة في اتحاد طلبة جامعة حلوان رئيسة الاتحاد بنت اسمها نرمين. بتهيألي المرأة خدت حقها قوي السنة دي، وظهر ذلك ان هي تولت مناصب كتيرة جدا زي سفيرة او وزيرة وحاجات كتيرة قوي، والدليل على ذلك كمان في جامعة القاهرة كانت اول سنة تمسك فيها بنت رئيسة اتحاد جامعة القاهرة وهي الطالبة دارين خليل. شايفة في الفترة الأخيرة ان المرأة تولت مناصب كتير جدا وكان ليها دور كبير قوي في المجتمع، والدليل على كده في 2018 ان تولت اكتر من وزيرة، حوالي 8 وزيرات في مناصب كتير جدا زي وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط العمراني ووزارة الصحة كمان. تطرق المتحدثون بالندوة عن أهمية ودور المرأة في المجتمع بداية من العصور القديمة والانتصارات التي حققتها المرأة في مجال العمل العام خلال الفترة الأخيرة. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة، وبيسعدنا في الفقرة الأولى أن احنا نتكلم على دور المرأة في المجتمع المصري. تفاصيل أكتر من خلال لقائنا مع حضراتكم والكاتب الصحفي الأستاذ حزين عمر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ زيد، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. المرأة طبعا نص المجتمع وبتربي النص الثاني زي ما بنقول دايما. تحسن تربيته طبعا، وليها دور اساسي وبارز في المجتمع المصري، مش هنقدر نغفل دورها بعد ثوره 2011، وخاصه كمان لما تولت الجماعه الارهابيه ونزلت المراه المصريه في الصداره في ثوره 30 يونيو. كان ليها دور بارز جدا في تصحيح المسار ولم الشمل، وايضا الدفع باسرتها وتواجد اسرتها الى جانبها بالمطالبه بعوده مصر اللي احنا كنا يعني اللي احنا عارفينه. تمام، خلينا نتكلم على دور المرأة المصرية ومسيرتها في المجتمع المصري. هو دور أكبر من أن يختصر أو يكتزأ في ساعة أو عدة ساعات من الحديث طبعاً. هذا الدور الذي يقلده الآخرون من خلال ممارستنا نحن على مدى التاريخ وليس العكس. قد يظن البعض أننا راكبين موجة الاهتمام بالمرأة لأن الأمم المتحدة تريد كذا أو لأن المنظمات الحقوقية تدعو لكذا، هذا كلام غير صحيح، لأن مصر هي النموذج والقدوة في قيادة المرأة للمجتمع، وهذا ليس كلاما مجازيا ولا إنشائيا. يمكن سريعا أن أتوقف مثلا عند حوالي 16 امرأة حكمت مصر كملكة، 16 ملكة مصرية على مدى التاريخ، لم يحدث هذا في أي دولة. لا في الغرب ولا في الشرق ولا في أي دولة. وبامتدادات الحضارات المختلفة كانت المرأة في الصدارة، يعني ما نقدرش نقول إنها تدهورت أو مكانتها تدهورت بسبب حضارة كذا أو الفتح كذا أو الغزو كذا، لا، إحنا نقول سريعا كده مثلا قديما كانت الملكة حتشبسوت في مصر القديمة، ثم مصر الرومانية كانت كليوباترا صحيح على مدى عدة قرون بين الاثنتين، ثم في العصر الإسلامي الملكة شجرة الدر. فإذا في كل العصور مصر بالذات تقدم المرأة وتصدرها، والمرأة تثبت قوتها وجدارتها. يكفي مثلا أنه
في فترة الحضارة العربية أو الحضارة الإسلامية كانت شجرة الدر قائدة لمصر في أثناء الحرب أو الغزوة الصليبية السابعة التي قادها الملك لويس التاسع ملك فرنسا، وطبعا وراءه حشود جيوش. حشود الصليبيين من الأوروبيين. فهذه كانت هي القائد، قائد مصر حينما مات نجم الدين أيوب زوجها وأخفت موته وظلت تتعامل كما لو كان يعيش وتصدر الأوامر وتتابع الجند وتتابع الإعدادات وتتابع الثغور، وتمكنت هذه المرأة الفذة من أن تهزم لويس التاسع وتأسره كما هو معروف في المنصورة، في واقعة المنصورة. فلم يكن دورها يعني حلية، ما كانش دور المرأة عندنا حلية. لو احنا قفزنا قفزة للعصر الحديث هنلاقي لدينا نساء كل منهن أمة في ذاتها. مثلا الدكتورة سهير القلماوي خرجت أجيالا من العلماء والمفكرين والنقاد والمبدعين، أجيالا وأسماء عظيمة جدا وراقية جدا. الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطر مفكرة رصينة على المستوى الإسلامي وعلى المستوى التراثي وعلى المستوى الواقعي، مفكرة لها ثقل وقيمة في مجال الإعلام حتى والكتابة الدرامية، المرحومة أمينة الصاوي. في مجال الصحافة ما زال لدينا حتى الآن قامات عالية جدا زي أم الصحفيين الأستاذة أمينة شفيق، هذه السيدة التي لم تنحني يوما ما لتتنازل عن موقف محترم وموقف وطني، وما زالت حتى الآن تجري في الشوارع وهي ما شاء الله يعني قد تكون تجاوزت 80، لكنها ما زالت في ريعان عطائها وشبابها. لدينا على في المجال القضائي صاحبة الموقف العظيم الذي غير الدستور لأجلها، المستشارة تهاني الجبالي. يعني لا يمكن أن نحصر أمثلة ونماذج كثيرة في كافة المجالات. نعم نعم. طيب خلينا نتكلم في على المرأة في المواقع القيادية، والحقيقة برضو بنشوف أنه المرأة لما بتتولى منصب قيادي بتقوم بدورها على أكمل وجه. نعم. ويمكن يعني خلينا برضو نقول الحق، في فترة ما تراجع دور المرأة في المواقع القيادية وتمثيلها في البرلمان، ولكن هي في الفترة الحالية يعني عصر ذهبي بالنسبة للمرأة وإيمان القيادة السياسية بدورها المجتمعي والدفع بها إلى الأمام. خلينا نتكلم في هذا الجزء. هو لا شك في أنه ما يفعله الرئيس السيسي الآن إحياء لمفاهيم وتقاليد وعراقة مصر والمرأة المصرية التي لا أقول أنها نصف المجتمع كما يشاع، هي المجتمع كله ونحن معها، يعني هذه الصيغة المنطقية والطبيعية. ولا يمكن أن نغفل مثلا المرأة في الغيطان طبعا، المرأة في الريف، فلاحة المصرية، المرأة في المصانع، المرأة في المعامل. هذا دور تقوم به المرأة بدون دعم من أحد طبعا. لكن ما يحدث في فترة في السنوات الأخيرة أن الرئيس السيسي يجسد هذا الاهتمام ويقننه ويكثفه ويدفع به دفعا، بحيث ان احنا نجد اكثر من وزيرة في الوزارة، خمسة بقى في الوزارة الجديدة واثنين نواب، ولأول مرة نجد محافظة يعني تتولى منصب المحافظ. المحافظ ده شيء قريب كده من ايه، من عمدة البلد، يعني اللي لازم الناس كلها تلتف حوله وتأخذ برأيه، ليس مجرد سلطة تنفيذية انما سلطة معنوية كذلك. لأول مرة يبقى عندنا هذا المحافظ، لأول مرة أيضا بيبقى فيه المحكمة الدستورية كان يبقى فيها سيدة اللي هي المستشارة تهاني الجبالي، والتي تم خلعها يعني التيار الإرهابي والتنظيم الإرهابي خلعها قبل أن يخلع هو. فالرئيس لديه هذا الدافع والتوجه المعبر عن روح مصر وليس بناء على مطالب الغرب، يعني هو كما أقول ليست موجة نحن نركبها لكي نرضي الآخرين، بل بالعكس احنا هو إيمان مجتمعي مصري راسخ عندنا. وثانيا انت اذا شئت ان
تنهض بالمجتمع ونحن نريد بناء دولة قوية أمام كل الأمواج والصراعات المهولة التي تحيط بمصر والمؤامرات الخفية والمعلنة، علينا ألا نحيد أي قوة من قوى المجتمع المصري، لا نحيدها طبعاً. أي قوة ندفع بها للأمام طبعاً. نشركها تضخ دماء جديدة في قوة الدولة التي تبنى الآن. والمرأة هذه القوة، لماذا نحيد قوة المرأة؟ لماذا نحيد قوة الشباب طبعاً. لماذا نحيد قوة المفكرين والعلماء والباحثين؟ هذه جميعا قوة ينبغي أن تتكتف معا ونحن نبني هذه الدولة الجديدة. أظن القيادة السياسية واعية كل الوعي بمثل هذه الرؤية وضرورتها. صحيح. ناخد شق آخر يا فندم، وهو تمكين المرأة اقتصاديا وفي نفس الوقت أيضا الاهتمام بصحة المرأة. يعني الحقيقة شفنا في الفترة الأخيرة الحملات الصحية، يعني حملة 100 مليون صحة اللي شملت كل المواطنين بالكشف على فيروس سي وتقديم العلاج، وأيضا دلوقتي يوجد الحملة الخاصة بالمرأة المصرية والكشف عن الأورام، يعني أورام الثدي، وتقديم أيضا العلاج لسيدات مصر. وده لأول مرة بنشوفه على أرض مصر أنه يبقى فيه اهتمام وشمل لرعاية هامة جدا صحة المرأة. هذه يعني كانت من سنوات قليلة هذه المشروعات كانت مجرد خيال، يعني قد يجلس أحدنا يتخيل كيف يمكن أن نفعل مشروع لخدمة الناس في مجال الصحة وكذا، فقد يسرح خياله ليقول نعالج كل المواطنين المرضى بفيروس سي. قد يكون خيالا، قد يكون خيالا ان احنا نعالج التقزم، يعني التقزم واحنا لا، وخاصه في الأطفال. فيروس سي او يعني مرض فيروس سي، كانت مصر من الدول اللي عندها ترتيب اول في الاصابه بفيروس سي. دلوقتي طبعا تراجع الموقف تماما واصبح الدوله بتقدم علاج للساده المواطنين، علاج مجاني، لدرجه ان بعض الاجانب وخاصة المصريين مقيمين في أوروبا يأتون إلى مصر ليتلقوا العلاج. لم يكن أحد يتصور أن يحدث هذا فعلا في أي وقت من الأوقات، وإنك أنت تنظرين للحالي، للواقع الحالي وللمستقبل كذلك، يعني إعداد مواطن جيد صالح من خلال البدء بالأطفال. إن إحنا صحة جيدة. نعالج لديهم مثلا مشكلات التقزم دي، عمر ما حد فكر أن التقزم ده يبقى مرض ويعالج، لم يتنبأ أحد لهذا من قبل. أن يتحول إلى مشروع قومي، وإن إحنا نبدأ نقدم لمصر وللعالم أجيالا صحيحة وقوية. نحن الآن نفكر لدولة، هذه الدولة القوية التي نفكر لها، وهو أيضا عبء كان على كاهل المرأة على وجه التحديد، لأن المرأة إذا وجدت ابنها عليلا مريضا كذا كذا أكيد هي التي تحمل هذا العبء طبعا. هي التي تتأثر به، وبالتالي احنا بنخدم على عدة اتجاهات في وقت واحد لإقامة بنية مجتمع صحيح، مجتمع كان غارقا في السرطان وفي فيروس سي وفي الفشل الكلوي وفي التقزم وفي سائر الأمراض على مدى حوالي 40 عاما، تزداد الأمراض وتموت الناس ولا تجد قدرة على العلاج. كل هذه حلول جذرية تحدث الآن، صحيح، لم يكن نتخيلها أحد. صحيح. والناس الدول الأخرى بدأت تقلدنا، يعني أنا عرفت أن رئيس الجزائر الجديد عبد المجيد بن تبون بدأ يقلد مشروع 100 مليون صحة، يعني أصدر قرارا بهذا المعنى أنه عايز هو كمان يعمل مشروع لعلاج المواطنين الجزائريين على نمط المشروع المصري الذي أثنت عليه الأمم المتحدة وهيئتها، ونحن لا نعمل هذا لأجل ثناء الدول، إنما نعمل لأجل بناء هذا الوطن وبناء هذا الشعب. إحنا فعلا عملنا، وطبيعي لما يكون في نموذج جيد وناجح وحقق نجاح كبير جدا يحتذي به الدول الأخرى. تمام. هو هذا دور مصر الحضاري. المسألة الريادة. تمام. المسألة تتجاوز فكرة إننا نصبح أصحاء ونعالج مرضا فقط، إنما هو انتقال حضاري من دور دولة ضعيفة، دولة متهرئة، دولة تكاد تزحف على بطنها، إلى دولة قوية، دولة يعاد إليها الشباب، دولة تسترجع القيادة الحضارية للعالم. نحن لا نخوض حروبا، ونحن لا ننتج ما يؤذي الناس،
ونحن لا ننشر السموم ولا ننشر الفتن ولا ننشر الإرهاب، بل ننشر رسالة سلام، ننشر السلام، ننشر الوئام بين الشعوب، نحتضن الجميع، ومؤتمرات الشباب ومنتديات الشباب نموذج، خير دليل طبعا نموذج على من هذا القبيل، ودورنا في إفريقيا نموذج أيضا لهذه العودة إلى البعد الحضاري لمصر وأحياء هذا الدور الحضاري الذي اندثر على مدى عقود طويلة. أكيد نرجع لدور أو يعني أهمية تمكين المرأة اقتصاديا في المجتمع المصري. نعم. وتوفير الفرص للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية وطبعا الشباب. يعني هو زي ما قلت القدرة أو القوة الكامنة في المرأة ينبغي أن تستغل بكل الوسائل. المرأة هي أساسا منتجة، يعني قد لا يتنبأ أحد لهذا. في الريف تحديدا الحياة الاقتصادية تقوم على المرأة بالدرجة الأولى، وأنا أعرف كثيرات من النساء يذهبن إلى الحقول ويزرعن ويحصدن وكل هذه الأمور محمولة على كتف المرأة، وخاصة في فترة الهجرة الطويلة والهجرة الجماعية التي حدثت طوال العقود الماضية للرجل. فالأرض المصرية لم تبر بالمناسبة، يعني طبعا. كانت تزرع، من الذي يزرع إذا كان الرجال جميعا أو أكثرهم من الفلاحين كانوا خارج مصر؟ المرأة هي التي حملت هذا العبء. نحن نريد أن نشجعها على هذا الدور ونفتح لها أفاقا أخرى، يعني مثلا مسألة الحرف اليدوية، صناعة الخوص والخيامية وغيرها من الصناعات الصغيرة البسيطة، ينبغي أن تقام ورش في كل قرية من القرى المصرية لتتدرب عليها النساء اللي هم ما عندهمش عمل أصلا، يعني لأن اللي عندها عمل طبيعي بتطلع لعملها، تطلع لعملها، تدرب عليه النساء، تدرب عليه الفتيات. والحقيقة دي مبادرات موجودة من موجودة عدد من موجودة الجهات بس تعمم. نحن نريد أن تعمم وأن يتوجه الاهتمام الأكبر في العناية بالمرأة والمشروعات الصغيرة وتمكينها اقتصاديا، لا إلى المدن الكبرى بل إلى الريف. صح. الريف هو كنز مصر الحقيقي. صحيح. الريف هو فيه المرأة القوية التي تقود المجتمع وهي حكيمة العائلة. المرأة في الريف سواء صعيد أو بحري هي الحكيمة في المجتمع، الموجهة، هي المرشد والمستشار للعائلات، هي الكبيرة زي هي ما بيقولوا عليها، هي الكبيرة ويؤخذ بكلامها وتوجه وترشد، وقد ترشد خطأ بالمناسبة، وده هذا جزء ينبغي أن ننتبه إليه. يعني مثلا طبعا الإرشاد الخطأ مثلا، إنها لأنها حافظة للأعراف، أعراف بكل مسالبها وبكل ميزاتها، إذا وقع ثأر ما في الصعيد تحديدا المرأة هي التي تلح في الحصول على هذا الثأر وتحرض أبنائها وتحرض الرجال. هذا ينبغي أن تتوجه إليه اهتمامات الدولة طبعا، وأن ينشأ بشكل منظم زي ما بقول ورش في كل قرية. يعني علينا أن نبتعد بعض الشيء عن تقديم الخدمات للمدينة. المدينة احتياجها للخدمة أقل كثيرا من احتياج الأرياف، من الريف. ونلاحظ أيضا أنه معظم المتطرفين والإرهابيين يريدون إلينا من الأرياف لا من المدينة، من الأرياف والأحياء الشعبية الفقيرة. وبالتالي على الدولة أن تنتبه لهذا ولتكن المرأة كما أنها صانت البعد الحضاري المصري بشكل شعوري أو لا شعوري، ينبغي كذلك أن تكون يعني عمادا للمستقبل المصري وحافظة للواقع المصري من هذا الإرهاب والتطرف، لأنها هي التي تنجب والتي تربي. صحيح. إذا لم تستطع أن تكون مربية جيدة خرجت علينا الإرهابيين من كل حد وصوب. خلينا نقدم التحية والاحترام والتقدير لكل سيدات مصر العظيمات، وبشكر حضرتك يا فندم لتشريفك لينا، وأهلا بحضرتك معنا في مصر. شكرا أستاذة. هنطلع فاصل مع كل السادة المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصرية. لو شفت جارك في خير افرح ودعيله،
ومهما قاسى عليك احسن وادعي له. يا ما اسعد الابن لو الاب دعي له. اللي معاه الاولاد لو هو ربهم على الكمال والادب والعلم ربهم. ده يبقى بنى للوطن ابطال وربهم. مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة.